إذن أول شيء الآن ممكن أضيف من الكالكوليشن أضيف كيرف جديد عن طريق فورمولا، لا فورمولا يعني معادلة، تمام؟ إذا كان معي أكثر من معادلة ممكن أطبقها، استخدم الذي تحته، تمام؟ البيزك فانكشن الذي تحته الثالث، تمام؟ هذه طريقة أخرى لحساب معاملات الفتحة، هذه الكل فتحة من كالكوليشن، تمام؟ كالكوليشن مكتوب بيزك لوك فانكشن الثالث تحت فتحتها ظهرت معاكم الأيقونة هذه، انتبه أظهر معاكم الأيقونة هذه، ظهرت معاكم الأيقونة، خلاص أول أيقونة للبروسيتي، ما معناها؟ أحسب البروسيتي، طبعا هذه واحدة من الطرق لحساب البروسيتي، أحسب البروسيتي، شوفوا ما معي، أول واحد من الدنسيتي، الثانية من السونيك، الثالثة من نيترون، هذا الذي يهمني، أنا مثلا أشتي أستخدمها من الدنسيتي أعمل صح على المربع حق الدنسيتي، شوفوا كيف بتصبح واضحة، توضح صح؟ الآن إيش نعمل؟ شوفوا أول خطوة بيقول لك انبوت دنسيتي، يعني دخل مجسة الدنسيتي، أنت المهندس بتشوف المجس للدنسيتي، كلكم روبي صح؟ أحيانا عندما يتغير الأسماء البرنامج ما يتعرفش على الروبي، أنت تعدله، تروها هنا الروبي، يعني تضغط هنا وتختار مجس الروبي. أوكي؟ أول خطوة هذه. الخطوة الثانية بيقول لك البرنامج بيقول لك حاجة ثانية. البرنامج بيقول لك ما هي المسامير التي بتخرج؟ ما هو الكرف الذي بيخرج معك؟ مكتوب أوت بوت بروسيتي. يعني بيقول لك باسمه باي دنسيتي، بتشوفوا باي دنسيتي صح؟ باي دنسيتي هذا اسم اللوك الجديد الذي اتكون. بعدين ايش يشتي منك؟ ماتريكس دنسيتي. طبعا هذه بندرسها في المعمل. هذا بنطبق المعادله الذي هي ايش؟ حقت سان يعني المساميه بتساوي اس او كاس في الفوق بيكون معاك بي ام اي ناقصا بي بي على بي ام اي ناقصا بي اف صح؟ اللي اخذناها الترم الماضي نفس الفكره هذه. الان بتدخل لها البيانات. اين في كلام كان موجود معكم؟ وينه؟ القانون ايش؟ بي ام ناقصا بي بي على بي ام ناقصا بي اف صح؟ الان البي ام البي ام هي الماتريكس صح؟ موجودة عندكم ماتريكس دنسيتي الذي هي مكتوب عندك 2.65 هذه للساند صح؟ لكن لو دريت ان حقك الصخر ليمستون تعدلها للليمستون 2.71 للليمستون 8.7 للدولومايت عفوا للدولومايت. إذن حسب نوعية الصخارية. بعدين تحت ايش؟ الذي هذه واحد للمياه العذبة، 1.1 للمياه المالحة على حسب المعضلة. هذه مدخلة وهذه ما هي؟ قراءة اللوك أول واحد الذي هي الروبي. إذا أنا دخلت للبرنامج أي شيء أعمل لو لقد أعمل إيش أنا؟ البي بي أيوه هي قراءة اللوك. إذا أنا دخلت لل كل شيء طبق الرقم. شوفوا الآن اعملوا للسنك بتاع السنك هي الروبي الأول واحد الذي هي انبوت دنسيتي نفس الفكرة. ايش القانون؟ ايش القانون؟ دلتا تي ناقصا دلتا تي ام على دلتا تي اف ناقصا دلتا تي ام صح؟ أول شيء دلتا تي من أين أجيبها؟ شوفوا عندكم مكتوب امبوت سونيك امبوت سونيك هذه معناها دخل مجسة دنسيتي عفوا السونيك الذي هو الدلتا تي
تتأكد هل أخذت تلتاتي ولا لا؟ أخذ لك. أوكي هذه جاهزة. حاجة اسمها دلتاتي إله. إيش بتكون؟ عبارة عن دلتاتي ماتريكس. لسان قيمة أخذناها وعارفين من أين تأخذوها. تمام. درسناها لكم الترم الماضي. ما عاد تشتوي. تمام. دلتاتي إف الذي هي عبارة عن إيش؟ دلتاتي فلويد. للماء العذب والمياه المالحة وللأويل. تمام كلها أخذتوها. تطبقها. أيش عاد في معانا؟ كومباكشن فاكتور إذا استخدم من؟ شوفوا شوفوا فوق. شوفوا فوق. فوق أول شيء استخدام ويلي أو أيوه فيلد أوبزرفيشن الذي هي من؟ هاند ريمان. شفتوا الثنتين؟ إحنا في إحنا قلنا السونيك في معانا طريقتين بالتايم أفرج والفيلد أوبزرفيشن صح؟ الدراسات الحقلية والمعملية. تايم أفرج معك على حسب ما استخدمت أنت، هل معك تايم أفرج ولا لا؟ طبعا معامل الانضغاطية الذي هي كومباكشن فاكتور، هذا أي احنا نستخدمه كنا؟ مع طريقة ويلي. أوكي ويلي متى؟ متى استخدمه؟ مع طريقة ويلي تمام، متى استخدمه؟ ليش معامل الانضغاطية؟ أخذناها الترم الماضي. يعني شوف البرنامج شوف بتاخذ ما بتاخذ انت بالمعامل وبتطبقه في البرامج. احنا قلنا اذا خانت الرواسب مفككه صح؟ نستخدم معامل الانضغاطيه، لكن اذا كانت متصلبه ما يحتاج. يعني حضبط لا حاجه اسمها واحد على سي هذا معامل الانضغاطيه، اذا كانت الرواسب مفككه. اذا مش مفككه استخدم الجزئين فقط. تمام؟ اذا هذا ويلي وهذه يعني شوف الطرق موجودة كل حاجة يضبط لك المعادلة في لحظة ما نعتسيرو خارج يلا خارج تمام النيترون النيترون ضل فعل صح على النيترون هذه بس ها النيترون العمود الذي تحته فعل صح على النيترون الكل يعمل على صح على النيترون ايش المطلوب في النيترون شوفوا لا الكل يشوف الكمبيوتر واسمعني اول انبوت نيوترون يعني دراوي مجسة النيوترون فين تمام بعدين بيقول لك الاوت بوت يعني المجسة الذي بيخرج من النتيجه ما نوع شوفوا اللوك الان تمام احنا قلنا اللوك الليمستون يسجل باسم سخاريه معينه قد يكون بالليمستون او بالساند او بالدينومايت هو بيقول لك البرنامج بيقول لك هل السخاريه المسجل بها المجسه الذي دخلته ليمستون ولا ساند ولا دينومايت حدد انت مثلا ليمستون احنا قلنا الاستندر العالمي ليمستون بس بعض الشركات ممكن تسجل بالساند بعضها بالدينومايت انت حدد لك تمام ايوه شباب السخاريه مش المصححه يعني الان انا دخلت مجس الليمستون في اول خطوه صح؟ هذا المجس لاي شيء من صخاريا مسجل؟ هل للساند؟ او ليمستون؟ او دولومايت؟ يعني احيانا يجي لنا المجس من الحق بالليمستون والصخاريا حقي الذي بفسرها ساندستون. ايش بقول للبرنامج؟ اقول له المسامي اللي دخلتها بالليمستون خرج شالي بمن؟ بالساند. شفت الكيرف اللي عندنا؟ ايوه الكيرف هذا؟ ايوه اللي كنا نصححها عند الصخاريه والباب هذه هي وظيفتها هي هذه هذا بيطبق الكيرف بتقول له الصخاريه اللي دخلتها ليمستون خرج شالي ساند الصخاريه اللي دخلتها للدولومايت خرج شالي ليمستون تمام اذا انا بعمل بقول لها الانبوت ما هي ليمستون الاوتبوت حسب الصخاريه ساند اوكي بعدين تجي وتشوف واحنا قلنا بالذات مجسة النيوترون مجسة النيوترون ضروري تعرف اسم الشركة اللي شغلت عملت الجس ليش؟ ليش مجسة النيوترون بالذات؟ ليش مجسة النيوترون ضروري تعرف اسم الشركة الذي شغلت اشتغلت الجس ليش؟ كل واحد معه شرطات تصحيح مختلفة عن الآخر أو مصممة لجهاز معين تمام؟ لاحظوا عندي
لوجينج كمباني الشركة المشغلة بيظهر لك اسم الشركات كامل المعروفة. أنت شوف مالي الشركة اللي اشتغلت حقك، مثلا شلمبرجر، هنخليها على شلمبرجر تمام، شلمبرج. بعدين نوع التون حتى نفسه، ما نوع التون، هل هي سي ان ال السب... ايوه فعلوا شلمبرجر، ايوه. بعدين تقول اس ان بي، طبعا هذه يا شباب افهمها الان، فهم بشرح حالك بالتفصيل الممل في التقييم تمام. الان نعرف انه ضروري نعرف نوع المجس، عفوا اول شيء اسم الشركه ونوع الاداه التول تمام، تختار نوعها من هنا، خليها سي ان ال تمام، كومباوند نيوترون لوك. بعدين خلاص اعمل ورن ولا خليه، ما يحتاج. هذه بتحدد لي، بتقول للبرنامج خرج لي، بتقول للبرنامج خرج لي قراءات المجس، المجس من كذا الى كذا فقط، لو زادت احذفها. فعلوا رن خلاص مره واحده، مش تجس رن رن، لا لا خلاص، وما بيظهر معك تمام. اعملوا كلوز، اعملوا نيو تراك جديد، اعملوا نيو تراك جديد، اعملوا الفاضي، استعرضوا البيانات اللي خرجناها النواتج تمام. اعملوا ما احنا قلنا ايش سميناهن، ايوه، فاي دنسيتي، فاي نيترون، فاي سونيك، بتشوفوا انه لا لا الكل ظهر معي ولا لا؟ ايوه اعملوا نيو تراك جديد، نيو تراك جديد. خلاص استعرض شباب في كل تراك، استعرض مره فاي سونيك، بعدين التراك الثاني فاي نيترون، بعدين فاي دنسيتي تمام. ايوه النيو تراك لحق كل واحد. تمام انتبهوا، شوفوا الان انا عملت في ثلاثة تراكات. اول واحد عندي على حسب ما عندك. شوفوا شباب للمرة الثانية ولا الآن أنا أول ما أحدد نوع الكير وأخرج، بنشوف أن البرنامج نفسه بيعمل السكيل من نفسه صح؟ لأن الصيغة معروفة عنده تمام. فالآن معاك ضلعت الآن المسامية التنسيتي، مسامية النيوترون، ومسامية السونيك في ضغطة زر. أنت كنت تشتغلها بال على معادلة، معادلة ركز معي شوف، يعني هذه كيفات شي تطرى، انت شي تطرى كارقام، شو تطرى ارقام تمام. تمام شوف من الف... ايش البروزر الدائمه حق البير تمام، اسمعكم موجود باسم الملف صح، قاعده البيانات ادخلوا اضغطوا عليها عند الويل تمام. يا قاعدة البيانات من الويل، شوف انت اسم الويل حقك في ديفولت، ديفولت اضغطوا على ديفولت استعرضوها، هذه اسماء هذه الكرفات حقك كامل صح؟ هذه الكرفات انت تشتيها الان كرقم، اشياء ارقام ممكن احولها للاكسل واشتغل في الاكسل تمام. كيف حتعمل؟ حتظهرها هنا، مثلا احنا نشي مثلا فاي دنسيتي صح؟ مسامية التنسيتي فاي دنسيتي، لا
لاحظ ضغطته مرتين، ضغطوا على فايدستي مرتين. هذا شوف الارقام، يقول لك عند العمق كم قيمته. مرتين اضغط فوق القراءة. طلعت مع بل اللي ما طلعتش معي يرفع يده. يعني تصير اللوك من ايوه من ديفولت. اضغط مرتين فوق بس. خلاص طلعت كذا. ارقام واشتغل بين في برنامج اخر ممكن تعمل نسخ يعني اوتبوت. شوفوا اوتبوت هنا تمام. ممكن تنسخن كوبي وتلصقهم في الاكسل. انا ما ادخلكش الحين اكسل، انا بين رويك فقط طريقه تستعرض بها البيانات. يعني من اللاس ممكن تحولها الى ارقام. خلاص خلاص اخرجوا من هذه القائمة، اخرجوا منها الآن كذا. أنا صححت، نرجع للكالكوليشن، قائمة الكالكوليشن تمام. كالكوليشن القائمة حق الكالكوليشن الحسابات، طلعنا استخدمنا فورما وطلعنا البروستي تمام. ارجع للفنكشن بيزك لوك فنكشن نفسها، نفس القائمة اللي دخلنا طلعنا منها البروستي تمام. اللي طلعنا من البروستي بيزك لوك كونكشن من الكالكوليشن. كالكوليشن كالكوليشن فوق كالكوليشن. شوفوا هذه هذه اضغط عليها كالكوليشن. رابع واحدة اللي طلعنا منها البروستي، كيف حسبنا البروستي؟ بيزك لوك كونكشن. بيزك لوك كونكشن دخلتوا ولا لا؟ ما رايتها وين عاد رايحة؟ اليوم يراجعوا كامل. خلاص انتبه معي، طبعا في حاجات كبيرة في هذا. اذا نشتي احسب البروستي بشكل سريع، البروستي بشكل سريع تمام. حسبنا البروستي بشكل سريع صح؟ والله لو نجلس لها ثلاث تمام. بعد حاجة ثانية طبعا الماتريكس هذه بنضرق لها كثير، أهمني البرمابيليتي. برمابيليتي شوفوا البرمابيليتي اضغطوا عليه، أيقونة البرمابيليتي اضغطوا عليها. أيوة في نفس العام تمام. البرمابيليتي انتبه انتبه. طبعا من اين تشتي تحسبها؟ تطلع لها الفايبروستي. الفايبروستي قد عرفها مباشرة، اخذ الفايدنستي صح؟ تمام. وبعدين تطلع لها الساتوريشن. طبعا احنا ما فيش معانا، ما قد اشتغلناش الساتوريشن. طبعا هذه اخر مرحلة، اخر مرحلة تطلع البرمابيليتي تحسب تمام. احنا ما فيش معانا، ما قد حسبناش. الاي والبي والسي ثوابت ثابتة، بتشوفوا تحت بتشوفوا تحت تمام. مكتوب تيمور مير بيج او اويل والغاز وشلمبرجر شارت. شوفوا هؤلاء الاربعه التكاوي
عندي ثاني وعندك ثاني. خلي له ما يقدر يشوف هذا المتفردي. جيب لي ورقة وقلم. أنا ما عاد ينفع إلا ترجع. جيب أنا ذلك مع البخور. كل واحد بدرجاته. اسمع كلام بس. كل طالب يشوف. بعدها يجي يقول أنا ما تكلمت، تمام؟ يلا انتبه. طبعا شوف الـ A والـ B والـ C ثوابت ما بتغيرش. طبعا بتشوفوا هنا في هذه المنطقة حيد من الماوس. تشوف هذا القانون. أيوه. هذا القانون المطبق. اللي داخل فيه الـ Y والـ S W. الـ A والام عفوا الاه والبي والسي ثوابت متغيره. من هنا اجيبهن؟ شوفوا اللي تحته، شوفوا الذي تحت. اذا هو تيمور قال لك الاه عباره عن 8581. تيمور اول واحد اسم عالم طريقه تيمور. لا بنقول لك الان الاه والبي والسي من عند جيبهن. شوفوا مثلا انتبه، انا لو استخدمت ضغطت على يوز، شوفوا ضغط على يوز حق تيمور، بتشوف الديان ظهرت فوق ولا لا؟ تشي تستخدم حق الاويل الارقام بتتغير، بتستخدم حق الغاز حق شلمبرجر، يعني كل واحده بتجي. ما بطلعش لانك ما قد حسبتهاش. ساتوريشن ما بطلعش لان ما قد حسبناهاش. تمام؟ خلاص انتبه. اذا انا حسب ما هو معي الشركه التي اشتغلها بحسب، يعني استخدمت شلمبرجر اضغط على يوز شلمبرجر وظهر لي القيم، يعني الايه الفاي والساتوريشن ثابته، اللي بيتغير معانا القيم الايه والبي والسي على حسب الشركه اللي قاعد تستخدمها. بعد ما تخلص تعمل شفتوا اوت فوت كيرف، تعمل عليها صح، تعمل عليها صح، واسم الكيرف الذي يخرج بيرم. تمام، ممكن تكتب بيرم تيمور يعني بيرمابيليتي بطريقه تيمور، بيرم شلمبرجر يعني البيرمابيليتي بطريقه شلمبرجر. تمام، على حسب اوت بوت كيرف اعمل صح. تمام، امام البرمابيليتي انا عاد اعمل صح. تمام، امام البرمابيليتي ممكن اضيف كلمه تي معناها البرمابيليتي بطريقه تيمور، اس معناها بطريقه شلمبرجر، او بطريقه الاويل هذه، غاز بطريقه هذه، على حسب ما هو معطى معك او على حسب طريقه العمل حتى. نعمل صح عليها صح. عند الاوت شوفوا حيث مساء اوت بوت كيرف ضروري تعمل صح وتكتب، تظل الكتابه بالكيبورد، اكتب بعد البيرمابيليتي مسافه واكتب تيمور ولا شلمبرجر ولا اي حاجه بحيث انك تميزها. ممكن تحسب الاربع، يعني تحسب البيرمابيليتي بالاربع طرق وتقارن بينهم. تمام، طبعا ما بيظهر لك شيء هنا، خلاص انتبه. كونفرجن هذه شوفوا، لا عند كونفرجن يعني التحويلات، حركوا بعد الام
ام اس ام اي اس كي موجود كونفرجن تحويل اضغطوا علي خلاص شفتوا الكيرفل بعد البرمابيليتي ايش موجود معانا ديفيشن صح فوق فوق وبعدين معاك ام اي اس سي وبعاك كونفرجن صح هذه تحويل اشي شفتوا لما كنت اقول لكم قلت لكم مثلا معي مقاوميه عند درجه حراره معينه اوجد لي المقاومه عند درجه حراره ثانيه نفس الفكره طلع لي الملوحه نفس الفكره يعني شوفوا يعني اذا انت تشتغل يدوي معك مساله واجب اشتغلت تمام تتاكد من اجابتك تدخلها لنتائجنا تطلع لك اول شيء ابوت ريسستيفيتي الريسستيفيتي التي تدخلها ودرجه حراره درجه الحراره حقها وكم بتكون بعدين درجه الحراره الخارجه ويجيب لك المقاوميه ويجيب لك الملوحه يعني هذه المعمل الاول موجود هنا تمام تحت الضغوط البريجر اللي تحت الوتر دنسيتي تمام الثانيه التحوي توجد المد دنسيتي طبعا هذه بتستفيد بتستفيد منها في عمليات في الهندسة المكامن في هندسة كل شيء موجود هنا تحويلات بدل ما تحول بيدك ممكن تدخل القيام ويطلع لك النتيجة مباشرة خلاص خلاص خرجوا من القيم أيقونة هذه خلاص نرجع نفس الفكرة للكالكوليشن تمام كالكوليشن أخذنا الآن البيزك موجود تحت موجود معاكم تمبريتشر جراديانت كلكم فاتحين عليها temperature gradient في الكالكوليشن نفس الأيقونة اضغطوا عليها عدتظهر لكم القائمة هذه أوكي ركزوا معي إحنا في معمل التقييم أو معمل الجس الترم الماضي أخذنا إن إحنا ممكن نطلع درجة الحرارة بطريقة صح؟ يا أما بطريقة التدرج أو بطريقة قيمتين معلومة الحرارة حقهم عمقين وقيمتين تمام فالان لاحظ عندي هنا temperature gradient في الكالكوليشن على أيقونة بنزل انتبه ظهر معكم هذا الأيقونة قبل ان تبدا خلينا هذه المجموعه شوفوا لا ما مكتوب عندكم في معي هذه طريقة وهذه طريقة مكتوب عندك يوز بوينت يعني هذه بالأعماق ودرجات الحرارة أو يوز جراديانت أو إذا كان معلوم معك الجراديانت تمام بالطريقتين نفس اللي طبقتها في المعمل يعني أقل شيء اشتي كم في اليوز بوينت أقل شيء نقطتي ودرجة حرارتي هما نقطتي ودرجة حرارتهما أي نقطتي تمام أيوة أيعمل لك كيرف كيرف لاحظوا مثلا انتبه عند العمق السطح كم صفر مثلا درجة الحرارة حقه 25 اعمل أنت 25 أو خليها 75 بالفرنهايت عند عمق مثلا 1100 ضيفوا 135 درجة الحرارة 135 أيوة تحتها طبعا البرنامج كلما كثرت القراءات حقك كلما كانت النتائج أدق بس البرنامج نفسه ما بيقبل لك إلا أقل شيء نقطتين لو فعلت نقطة ما بيرضاش أقل شيء ثنتين وعمقين ودرجة حرارتيهما 130 35 خلاص ما لأنه يختلف من منطقة إلى منطقة. مية وخمسة وثلاثين سجلت الكل سجل القيام. ركز لا تحت موجود معاك ديب ريفرنس كيرف الديب يعني يشتي مقياس العمق المرجعي توضح له أين الديب حقك الكيرف يعني مثلا إذا شفتها أنا مش هو الديب عدلوا حتى الدب كيرف العمق اوكي وبعدين
الذي بيخرج معك اسم الايقونة الذي بتخرج الكيرف الجديد اسمه تيم. تيم بأي وحدة؟ فرنهايت ولا سيريوس؟ فرنهايت. ليش؟ لأنه شوفوا، إذا كان السطح 25 فهذا سيريوس، إذا كان من 75 وما فوق فرنهايت. خلاص أيوة. فعل ران خلاص بيظهر معك. استعرضوا الملف، استعرضوا اظهر هذا الجيم، اعملوا نيو تراك واظهروا المجس. كيف تظهر؟ خلوز أيوة هذيك لقينا. فعلوا نيو تراك لا بيطلع. تيم باسم الران. تيم آخر واحد. المقياس غيروا المقياس. ايش؟ اي خليه، ممكن تخليه من 75. ايش؟ ظهره كيف ظهر؟ ما ظهرش. ما ظهرش صح؟ لأن احنا افترضنا جيم خيالي. انتبه حتى لو ما ظهرش معاكم، انا اريك الان الطريقه. انا الاكسر سايز اللي عنجيب لكم، الاكسر سايز اللي بنجيب لكم وتطبقوا عليه في كل البيانات تمام. بس انا الان ارويك الطريقه، يعني بهذه الطريقه ممكن تدخل درجه حراره. اي ما ظهرت خلاص. الحاجه الثانيه بعد الكالكوليشن تمام، هذه ايش اللي تحتها الكالكوليشن؟ مكتوب ار دبليو من ار دبليو من ايش؟ من الاس بي اللي بناخذها مع المعمل الثاني. شفتوا لما طلعنا الار دبليو من الاس بي من هنا، اضغطوا عليها من الكالكوليشن تمام. ار دبليو من الاس بي، الكل فتح هذا الايقونه تمام. بظهر لك الايقونه هذه، ايقونه واحده هذه الايقونه. اللي ظهرت عليكم ايقونه صغيره طبعا. اول شيء ايش بشتي منك؟ امبوت اس بي كيرف، ترويه اين اللوك حق الاس بي. طبعا انا بنشرح لك وما بش معك اس بي، بس اشرح لك كيف يشتغلوا عليهم. ادخل لها الانبوت حق الاس بي، ادخل تروي هنا البسمة الكيرف. شباب ليش ما ظهرش؟ لانه ما بش موجود معانا الاس بي، البيانات مش موجودة. ايوه شباب، يعني ذا الحين انا ما اعلمك الا لاشي معاك تعلموا لكم، يعني قد اتصادف في حياتك انه موجود معك الاس بي، كيف تشتغل الار دبليو؟ ما والله ما اخذنا، ركز معي تمام. يعني الار دبليو شوفوا كم جلسنا نشتغلها في المعمل، معملي هنا بضغطه زر بتطلع حالك، بيطلع لك كيرف، ما يطلع لك قيمه واحده، يطلع لك كيرف. يعني لما اقول لك كيرف يعني مجموعه ارقام كبيره من عمق كذا لكذا، يعني كل نقطه بيطلع لي قراءه ويشغل كيرف. انتبه الان انا كيف عاد اشتغل؟ طبعا شوفوا اظهر لي الايقونه هذه، اشياء الاس بي كيرف تمام. درجه الحراره دخلتها، درجه الحراره انا قد عملتها وقد تعرف عليها مباشره. لو ما كنتش عملت، لو ما كنتش عملت مجلس حراره ما كنتش اتعرف عليها. ايوه ليش اشتغلنا عليها؟ ايوه ار ام اف ما بيش معك، انا بين الروت بس تمام. الار ام اف تدخلها كقيمه او تدخلها ككيرف؟ كقيمه او كيرف. مثلا انا ممكن اكتب تمام، يعني خليها كقيمه هنا، قيمه مثلا كتبت 5 بوينت كذا كذا، اي قيمه. ودرجه حرارتها ودرجه الحراره حقها تمام. بعدين بيقول لك الاوتبوت ار دبليو ريزلت كيرف
فيكون اسمه كذا ار دبليو اس بي، يعني الار دبليو من الاس بي والتمبرتشر والسلينيتي وخلاص تعمل اوكي ماشي، ولا عاد تخرجه حتى لو جز لا عصر. الحراره انت قد اشتغلت ما لا تكتبش ورانا لهو بس عمل خلاص كنسل واحد يبسر نفسه خلاص خلاص. الخطوة التي بعدها من الكالكوليشن ترو فيرتيكال ديب، ترو فيرتيكال ديب اضغطوا عليه اتظهر لكم الأيقونة. طبعا هذه للسيرفي، السيرفي يعني احول الميجر ديب مع السيرفي حقي الى ترو فيرتيكال ديب اللي تكلم عليها المهندس. تمام، كم بدخل انا؟ شوفوا عندي هنا انا معي ملف جبت لكم تمام فيها الانكليشن وفيها الدبث. تمام، اين الملف اللي جبناه لكم؟ الملف ايه؟ شوفوا انا افتح لكم الويل ديفيشن، مكتوب ويل ديفيشن. شوفوا ملف ويل ايه ديف، يعني ديفيشن اختصار لكلمه ديفيشن. أنا لو جبت افتحه بالنسبة شوفوا الآن مكتوب عندي هذا أيوه موجود فيه الـ MD هي الميجر ديف الانكليشن والأزموث، هذا الثلاث موجودات. تمام، أنا الذي أحتاجهم بس حاجة اسمها عاد في حاجة اسمها ضرورية الذي هي عبارة عن اللي قال لكم الكليبوشن، الكلي الذي هو الدياتوم، هذا الدياتوم ال 105. طبعا هذه في ملف اكسل اسمه الانفورميشن انفو. ايوه انتبه، يعني المفروض هذا الاسبوع الماضي تتفحصوا البيانات اللي جبناها لكم. فحصتوها اليوم خلاص انتبه. شوفوا الآن انتبه، لا تفتحوش أنا بنرويكم تشوفوا بس. انتبه، عاد أدخل البرنامج، أنا أدخل البرنامج. الشيء الكليبوشين، أول خطوة أدخل الكليبوشين، كم الدياتوم حقي؟ إحنا قلنا 105 صح؟ الكليبوشين هذه بتجي بيانات يا إما في الهيدر يا إما في السيرفي نفسها بتجي، من بدأوا يقيسوا. طبعًا هو عندنا كم طلعت؟ 105، هنا مكتوب عندكم شوفوا. في القائمة هذه كامل ركزوا فقط على هذا آخر واحدة الفراغ الذي تحت الذي عبارة عن MD Elevation الكل بيشوفها. تمام، MD Elevation هذا الذي تدخل فيها الكليبوشين كم قيمة كنا؟ 105 تعمل 105 أي هذا المجرد البسمة الكليبوشين أو النقطة المرجعية كم ارتفاعها؟ لا قد تعمل شرن في هذه القائمة كلها، لا تعمل إلا هذه الخطوة فقط الذي قلنا الـ MD Elevation. تمام، ترو ديب أين أنتو؟ لا تحاولش ولا بتخرجوا ولا بتخرجوا خلاص خلاص انتبه. من اللي ما قد دخلش القائمة هذه؟ من اللي ما دخلهاش؟ من الذي مش داري أين الـ MD Elevation؟ أضفتوا 105؟ خلاص من القائمة هذه خلاص. بعدين فوق منين جبتها؟ جبتها من شوفوا منين أجيب هذه البيانات؟ ال 105 الكليبوشينج هي تجي معلومات جاهزه من السيرفي او تجي في الويل هيدر.
تمام معلومات جاهزة. تمام يسمى الام الكليب وشي او النقطة المرجعية. تمام الان حاجة اسمها فوق، بتشوفوا فوق هنا حيث مس الماوس موجود معي تي دي ميثود موديل موديل بعدين فايل او اور كيبورد انبوت، يعني ادخل البيانات اضغط عليها. تمام ايش عاد تقول انت؟ عاد روي البرنامج اين الملف حقك حق السيرفي. اي ماشي الاكسل السيرفي ايوه. يعني شوفوا من تحت من تحت الفراغ مش واضح انا من هذه المنطقة من البروز او ايوه رويه. تمام رويه اين ملف السيرفي حقك؟ في سطح المكتب. هذا اذا لحقني اذا ما لحقتنيش معك فيديو مسجل وغرد الحين كل ما طولت وانتو كل ما عاد ادري شيء في الفيديو مسجل. خلي جس ساعة ثلاث ساعات تسمع الفيديو تخبر. خلاص هنا هنا حدد المسار مسار المسار اضغطوا عليه حدد مكانه افعلوا اول ارجع ها خلاص ولا واحد يسمع ولا واحد يطبق هدوء ما قد عم ضيع الوقت ركز معي قد انت تطبق مع الفيديو هكذا فتطلعوا لنا الضغط. الاسبوع الماضي كنتوا الذي قبله كنتوا هادئين مشيتوا صح مشيتوا بس هاليوم مدري مالكم وبعدين العدد بيزداد ايش يعرف انا كم المجموعه هذه اول خلاص انتبه انتبه انتبه. الان انا طبعا لما ادخل السيرفي حاجتين اشتي اشتي النقطه المرجعيه واشتي البيانات حق السيرفي نفسها. النقطه المرجعيه احددها في الخطوه الاولى بعدين البيانات. البيانات ممكن ادخلها يدوي شوفوا هنا في القائمه اللي فوق رجعوا اخر شادي انزل في هذه الدبث الديفيشن الازموث يعني ممكن ادخلها يدوي انقل لك تمام او اذا كانت معي ملف جاهز ممكن اعمل عمليه ادخال له. من اين احدد المسار اضغط بهذا احدد مساره اين المساره قاعد البيانات اللي جبتها لكم انا اين ايه موجود ايه تمام اعمل اول نوع الملفات اول ليش فاضي عندكم؟ تمام في معاك ويل اي ديفيشن اخر شيء ويل اي ديفيشن ما ديف تمام اضغطوا علي شوفوا البيانات اكتتبت ولا لا ظهرت صح اعملوا بعدين رن بيقول لك بعدين لما تعمل الرن هل تشدد تحفظ العمل حقك ولا نعم؟ ايش دخل بكم يلا؟ لا خلاص يلا ولا اعمل راسي تمام اعمل سي تمام وكذا كذا دخلت السيرفي استعرضه استعرضه السيرفي ايوه اعمل رن مره واحده بس بعد ما بعد السيف خلاص بعد السيف لا تعمل اعمل كلوز. طبعا شوفوا يا شباب السير باقي خطوتين وخلصنا السيرفي ده الحين هذا الذي دخلنا عباره عن ديف صح؟ مش تعمل لي لوك وتعمل فيه لاحظوا في نفس مجسة ديب
نفس مجسة الطفل أول واحد. اضغطها فوق على أساس تغير الإعدادات. أظهر لك القائمة هذه، صح؟ حدد له المكان الذي تشتغل عليه. إيش إحنا الآن إحنا أنشأنا حاجة اسمها ثرو فيتكال دي في دي. تمام. اختار الدي في دي من هنا. في معاكم شوفوا إيش ظهر معي. ما باين معاكم لا لا. معي طلع معي كذا طلع معي اف دي اس اس الذي عبارة عن سب سي. ظهر معاكم ولا لا؟ ما ظهرش. ما عاد تفهموا. خلاص اطبقوا بعدها في الفيديو. ركز معي. بعد ما دخل السيرفي تمام بدخل الويل توب خارج. خارج. خلاص انتبه. ثم هذا ال خلاص انتبه. انتبه. من الكالكوليشن خلصنا. تمام هذا اللي اهم حاجه. الحاجه الاخرى الذي اشتيكم على اساس نخلص اليوم معانا الزون اللي يكلمكم عليهم التوب والبوتوم. التوب والبوتوم تمام. فالان من الويل شوفوا ويل الويل تمام. ادخلوا حاجه اسمها زون او بيك. شوفوا مانج اي مانج زون او بيك. اضغطوا عليه اظهر لكم القيمه هذه او القائمه هذه. تمام مانج زون او بيك. تمام اضغطوا عليه بظهر لكم القائمه هذه. انت تشتي تدخل ايش توب جديده صح؟ اعملوا نيو توب. ايوه نيو توب. اعملوا نيو توب. اظهر لكم القائمه هذه. في معي خطوتين، يا اما اضيفها يدوي او ارفع ملف احمل ملف. شوفوا اوبن من عند الاوبن. تمام نفس الفكره احدد مسار البيانات حقي في سطح المكتب. محفوظات عندي اين ملف ايه. في معي ويل توب صح؟ في ويل توب؟ قول اثر كل البيانات. ما ظهرت شيء الا الصيغه شباب. الصيغه مش واضحه. ما عرفهاش البرنامج ولا حاجه. انتبه. ارسل الملف حق انتبه. قلت لكم ولا تطفقوا. انتبهوا معي. تدخل للويل الويل توبس تظهرهن. تمام انا معي هذا لبس هذه بيقول لك رقم واحد الزون حقي A و B و C صح؟ هذا التوب حقي. عاد انسخ A و B و C مش مشكله لا تنسخش. جي غير للبرنامج قل الاول A دخل اليدوي A B C. تمام الايه من اي التوب بس عبي التوب الاول من اي كم الرقم عندك عندك في الملف 100 400 4000 4278 والثاني كم 6000 6000 وكم؟ 6000 6162 الثالث 6201 41 واعمل اوكي
اكتب. هو ما عادش تخلصوا صح؟ ما عادش والله ما عادش بشكل عام ما عادش تسوش. طلع ورق اكتب اسمعكم. هذا للمحترمين الذي عن قصد. انتبه انتبه. خلاص خلاص عادي ولا تمشش فيها ولا تهم شيء. خلاص انتبه بعد ما تدخل هذه انتبه. انور او دارك جس بعد ما تدخل هذه تدخل الزون تمام. طبعا انا بني ادخل بير واحد ممكن ادخل اكثر من بير مره واحده تمام. هذا بني ادخل بير واحد بيقول لي اول خطوه اسم الزون والتوب حقه يكفي فقط التوب تدخل ما عليك من البوتوم. البوتوم نفس البرنامج بيتعرف عليه تمام. يشتي منك فقط في البدايه في البدايه هنا فوق زون اسم اسم مثلا انا قاعد اقول له هذا توب توب تمام. بعدين اقول له اوكي شوف اظهر لي قائمه اسمها توب جديد هنا ركزوا معي هنا توب هذا التوب لا تكتب. الو الحمد لله. هذا المجموعه الثانيه اشتوا ما بلا يدخلوا دلحين معهم ايوه الان بعمل ما قد ايش بدنا نشبك خلصنا مع المجموعه الاولى ايوه ايوه ماشي ماشي خلاص انتبه. هذا التوب والبوتوم الان انا اشتي استعرضها في اللوك حقي اي اسم اصلا قد انتم مقفلين لما ما عاد تفهموش. تابع الفيديو لا تابعوا يوتيوب تابع الذي تشتي الستايل تخليه زون تمام. عملت زون شوف الان شباب انا طلعت لنا الزون A و B و C طبعا تابع الفيديو واذا ما افتهمتش الاسبوع القادم نكملها لك قد انتم مقفلين سلام عليكم الفيديو